بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في دورة أكشن سكريبت 3 تحت رعاية أكاديمية عمق وقف أونلاين. درسنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن البيت مابس أو الإيمجز، الصور يعني اللي هي زي الصور بي إن جي والجي بي جي، إزاي نستوردها داخل ملف العمل بتاعنا عن طريق الأكشن سكريبت وإزاي نتحكم فيها. لما أقول نستوردها مش قصدي نستوردها داخل ملف العمل، لا قصدي نستوردها داخل السويف. تمام؟ طيب نبص مع بعض كده، هنعمل فايل امبورت، هنجيب صورة من عندي من على الجهاز هنجيبها للمكتبة اسمها نيتشر، صورة طبيعية وضفتها لإيه للمكتبة. قبل ما اتكلم عن الصور وازاي استورد الصور داخل ملف العمل، انا النهاردة هتكلم عن ايه، ان انا استورد الصورة دي من المكتبة داخل الملف العمل، خلاص؟ طيب داخل السويف. قبل ما اتكلم عن الكلام ده تعال نروح نشوف الصورة، وهنشوف حاجة بسيطة بس لازم ناخد بالنا منها. لو عملت زوم كده على اي صورة عندي على الجهاز جي بي جي مثلا، هتلاقوا ان هي بتبكسل، عبارة عن بكسلات، كل مربع صغير من المربعات دي عبارة عن شيء منفصل بنفسه خاص بذاته، له خصائصه وله لونه، له درجة الوان معينة وله شكل معين، ربما يختلف وربما ايه يكون متشابه مع ايه مع بكسل تاني، خلاص؟ طيب يبقى كل صورة بيت ماب بيكون عبارة عن ايه، عن بيكسلات، تمام كده؟ وكل بيكسل ده له خصائصه، له الانفورميشن بتاعته، له المعلومات بتاعته. طيب نروح بقى نشوف الفلاش ونشوف ازاي هنستورد الصورة اللي هي النيتشر دي دوت جي بي جي داخل السويف بتاعنا في خلال ايه الران تايم. يعني انا مش هسحبها دلوقتي على ستيج، هتحكم فيها او هعمل لها امبورت عن طريق الكود. في البداية لازم اروح على الصورة داخل المكتبة، كليك يمين وهجيب ايه بروبرتيز او الخصائص بتاعتها. اتكلمنا عن الشكل ده في دورة الفلاش او المكان ده في دورة الفلاش، ازاي اتحكم في الكمبريشن بتاعها وفي الكواليتي بتاعتها والكلام ده، ده مش موضوعنا. لو عايز تعرف الكلام ده روح لدورة الفلاش الخاصة بالدرس الخاص بالبيت مابس وانت هتعرف الكلام ده. النهاردة انا هخش على الخانة التانية اللي هي الاكشن سكريبت، هلاقي فيها خيار او اوبشن اكسبورت فور اكشن سكريبت، تمام؟ هضغط عليه هيفعل لي نفس الكلاس والبيس كلاس زي ما كنا بنعمل موفي كليبس مثلا في الدروس اللي فاتت اللي هي خاصه بالديسبلاي اوبجكت واضيفها على الستيج، تمام؟ انا النهارده هعمل كلاس للنيتشر دي اسمها نيتشر برضو بس بان كابيتال، تمام؟ اي اسم طبعا، ولكن انا بفضل استخدام اسامي الكلاسز يكون اولها اسم ايه، اسم كابتن. طيب هضغط اوكي. هتلاحظوا ان في اللينكج دلوقتي اصبح عندي الاسم ايه، اسم اللينكج نيتشر، تمام. نروح بقى نعمل اديت شايلد، نعمل انستانس من النيتشر ده ونعمله اديت شايلد على الستيج ونشوف ايه اللي هيحصل. هعمل var هسميه ان اي مثلا، هياخد من الكلاس نيتشر يساوي نيو نيتشر، تمام كده عملنا نسخه من الكلاس نيتشر اللي احنا لسه عاملينه في المكتب. طيب الكلاس نيتشر ده بيحمل البكسل انفورميشن او خصائص البكسلات او معلومات البكسلات اللي في الصوره كلها. لو انا دلوقتي جيت ضفته على ستيج قلت ستيج دوت ادي تشايلد ورحت ضايف له الان اي، تعال نشوف ايه اللي هيحصل ونشوف اللي انا كاتبه ده صح ولا غلط. كنترول انتر، تلاحظوا انه في خطا. ليه في خطا؟ الان اي بيحمل الكلاس نيتشر اللي هي بتحمل بيكسل انفورميشن او معلومات البكسلات الخاصه بالصوره، ولكن مش بتحمل الصوره نفسها، فما ينفعش اضيفها هي نفسها للستيج. فاللي بيحصل ان انا بعمل فاريبل تاني بيكون مثلا اسمه بت، نوعه بت ماب، نوع ايه؟ بت ماب، خلاص. لازم يعمل امبورت الفلاش دوت ديسبلاي دوت بت ماب هيساوي نيو بت ماب،
طيب انا لو عملت كده الاقواس وقفلتها تاني، لو فتحت الاقواس وفتحتها كده، انا عملت بتماب فاضي. لا انا عايز بتماب يكون بيحمل البكسل انفورميشن بتاع الكلاس نيتشر او بتاع الصوره اللي هي نيتشر، اللي هو ايه، اللي هو الكلاس نيتشر بان كابيتال. يبقى هاخد ده اللي هو الان ايه، احطه هنا داخل البرامتر بتاع البتماب. خلاص. طيب ولما اعمل ادد شايلد، هعمل ادد شايلد للايه، للبتماب، مش للبيكسل انفورميشن بتاعتها، مش للكلاس بتاعتها. هعمل لود او ادد شايلد للايه، للبت اللي هو البيت ماب ايمج. خلاص. كنترول انتر. زي ما انتم شايفين كده الصوره اتضافت عندي على الستيج، وايه والخطا اللي هو كان في الكومبايلر مش موجود. تمام. طيب بعد ما ضفتها على الستيج، ينفع اتحكم فيها بكل الخصائص اللي انا اتعلمتها في الوحده الخاصه بالديسبلاي اوبجكت. يعني مثلا هكتب بت دوت اكس بيساوي 50 مثلا، كنترول انتر، هلاقيها اتحركت معايا. طبعا هو بيعامل الريجستريشن بوينت، النقطه الافتراضيه بقت عندي فين، بقت عندي 50 في الاكس. ينفع كمان اعدل في الواي. تمام. كوبي كنترول في. تمام. عدل في الواي، خلينا مثلا 50، كنترول انتر، عدلنا في الواي. تمام. فاصبح عندي انا مش بتحكم في الكلاس اللي انا عملت منها انستنس، انا بتحكم في البتماب اللي انا خدت الكلاس ده حطيتها جواه. طيب يبقى نراجع الكود بتاعنا تاني. انا عملت صوره، استورت الصوره في المكتبه، عملت لها لينكج لكلاس اسمها نيتشر عن طريق الخيار اللي هو اكسبورت فور اكشن سكريبت. تمام. رحت على الاكشن بانل، عملت نسخه من النيتشر، من الكلاس نيتشر. تمام. عملت كلاس بتماب اسمها بت، بتحمل الكلاس نيتشر اللي هو الان ايه، وضفت البتماب دي على الستيج، وبدات اتحكم في البتماب او الصوره زيها زي اي موفي كليب كنت بستخدمه في دروس الديسبلاي اوبجكت. تمام. في عيب في مساله ان انا استورد البتمابس بتاعتي من المكتبه. العيب ان حجم الملف او السويف بيكون كبير. يعني لو انا مثلا عندي 5 6 صور 10 صور هعمل لهم، هحطهم جوه المكتبه وهصدرهم للاكشن سكريبت وهبدا اضيفهم للستيج مباشره كده او في احداث معينه مثلا، وهنشوف الكلام ده بعدين، الحجم الملف او السويف النهائي بيبقى كبير. تمام. في تقنيه تانية ان احنا بنحط الصور اللي احنا عايزينها كلها جنب ملف الفلاش او جنب ملف الاف ال اي او في فولدر جنبيه، بنجمعهم في فولدر مثلا، ونبدا نستورد اكسترنال ايمجز. يعني نبدا نستورد الصور دي اثناء الران تايم داخل الفلاش، ما تكونش جوه المكتبه، فبالتالي السويف هيكون حجمه صغير لان الصور اصلا مش هتكون جواها، هتكون في ملف خارجي، وده بيسهل لنا ان احنا نغير الايه الصور دي في اي وقت. تمام. ده ان شاء الله او الكلام ده هنشوفه الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.